للحديث عن هذا الموضوع. معنا مدربة التنمية البشرية الأستاذة سارة شيراني. أهلا وسهلا فيك اليوم. أهلا وسهلا، نورتينا. نورتنا حبيبتي، تسلمي. احنا دائما مع كل بداية سنة نسمع بلستة الأهداف، وأنه الأشخاص يجلسون مع ذاتهم مع نفسهم ومع القريبين منهم حتى يحددوا أهدافهم للسنة المقبلة. إلى أي مدى تعتبر هذه الطريقة يعني مهمة، وإلى أي مدى ربما يستطيع الشخص أنه يعني يلتزم بهذه الأهداف ويحققها؟ خليني أقول لك أنه إحنا نحط أهدافنا أول السنة، هذه دائما كانت موجودة في المؤسسات الكبيرة، في الشركات، الحكومات، الدول يحطون أهداف أول السنة وآخر السنة يشوفون إيش اللي حققوا. ممتاز. وبعدين شافوا إنه هذا الموضوع كثير يعني قاعد فيه منافع كثيرة، فقرروا الأشخاص بعد يحطوا أهدافهم وآخر السنة يشوفوا شنو اللي وصلوا. بس الفكرة حلوة، بس كتطبيق ما كانت موفقة كثير. صح. لأنه أغلب الأشخاص يحطون أهداف أول السنة، ولما يصير يمر شوية يحطوا مثلا 20 هدف، يمر شوية من السنة يشوفوا أنه ما حققوا، يقولون أنا ما عندي إرادة، أنا مش شخص مثلا عندي إرادتي ضعيفة، وما يحققون. وبعدين هم يصير لهم حالة مثل أنه ضعف في الشخصية ويلومون نفسهم. الفكرة حلوة أنك أنت تحط الأهداف، ولكن الغلط اللي يصير أنه إحنا نحط أهداف لسنة كاملة. يعني الطريقة الصحيحة أنه إحنا نجزئ سنتنا. أيوة. خليها مثلا ربعية. ونحط أهداف لكل 4 شهور مثلا برأيك. في ثلاثة شهور. إذا إحنا نحط أي عادة سلبية إحنا نتغيرها إلى عادة إيجابية يحتاج إلى مثلا 40 يوم إلى 3 أشهر. إذا إحنا نحط الأهداف لثلاث أشهر فقط وهدف واحد فقط، ما نحط 20 هدف ونركز عليه، راح نلاقي نتائج رهيبة. أوكي. يعني تخيلي مثلا احنا نقول احد يبي يضعف، شيء بسيط جدا، بس كم الناس قاعدين يعانون من هذه المشكلة لسنوات طويلة. وتزيد الاشتراكات بداية السنة الجيم. أقول لك أنا ترى ما أروح الجيم. هذا موسم جيم الآن. جانيوري فيرست أول يوم من السنة مستحيل تروح، وزحمة مو طبيعية، ما تلاقي مكان تحط. لا ويكسبون يعني ما شاء الله أصحاب الجيمات الآن وأصحاب النوادي الرياضية. لا بس مؤقتا، أول شهر. أول شهر. ما هي المشكلة في أول شهر يدبسك في عرض للسنة كاملة. صح. ففعلا يعني الموضوع فعلا مهم، وفعلا يحتاج إلى دراسة وتجزئ مثل ما ذكرتي. لكن كيف الشخص يلتزم أكثر؟ هذه هي النقطة اللي ودي أخذها منك. شوفي إذا عبد العزيز إحنا نحط هدف واحد، خلينا نقول هدف بسيط، إنك أنت تنزل وزنك، هدف واحد إنزين. تقول 3 أشهر أنا أسوي هذا الشيء. لما أولا لازم يكون الهدف إيجابي، إنه أنا أبي أكون صحي. لما أنت تبي تكون صحي لازم تأكل أكل هيلثي، تسوي رياضة، تواظب على نومك، تشوف إيش المشاعر اللي وراء هذا الوزن. في الغالب الأشخاص عندهم خوف أو عندهم عدم الشعور بالأمان، أو في مشاعر سلبية وراء هذا الوزن. لما أنت تشتغل على هذولا يعني شوي شوي تشتغل عليهم، راح تلاقي بعد 3 أشهر إنه هذه صارت بالنسبة لك يعني عادة. ولازم نجزأ، يعني مو مرة واحدة أنا كل يوم راح أروح الجيم ساعة، ما أحد راح يروح. خلينا نكون واقعيين مع نفسنا، ما أحد يروح. نقول مثلا 3 أيام بالأسبوع إن شاء الله ربع ساعة أمشي، لحد ما المخ يتعود على العادة الجديدة. ممتاز. طيب سارة، لو تكلمنا عن موضوع مشاركة الآخرين بالأهداف. إنزين. البعض يحب أنه هو يحط هذه الخطط والأهداف بينه وبين ذاته ويشوف مدى يعني قدرته على أنه هو يحققها، والبعض الآخر يحب لا أنه يشارك أصدقائه وأهله عشان هذا الشيء يكون يعني ورقة ضغط نوعا ما تخليه أنه هو يحقق هذه الأهداف. أنت بين الخيارين وش تشوفين الصحيح؟ حلو أنه إحنا نشارك الآخرين. ليش المؤسسات تنجح؟ لأن هم يحطون هدف وكل الموظفين مع بعض يشتغلون على الهدف، ففي كثير طاقات داخلة مع بعض وناس مع بعض قاعدين يساعدون بعض. فكثير حلو أنه العائلة أو الأصدقاء مثلا أشخاص مثلا يبون يحطون هدف كلهم مع بعض يدعمون بعض. مثلا شوف اللي يسوون جروبات للرياضة، يسوون جروبات لأهدافهم، هذا كثير يساعد أنه في ناس ثانية تشجعك على هذا الموضوع. كثير كثيرا ما نسمع بأنه إذا كان عندك أهداف وودك أنك تحققها أكتبها في ورقة. ما هي أهمية كتابة هذه الأهداف على ورقة ومراجعتها كل فترة؟ كثير مهمة أنك أنت تكتبها، لأنه يطلع من اللاواعي إلى الواعي. أنت قاعدة تشوفها نون والقلم وما يسطرون، أنه
أول ما أنت تكتب الشيء أنت أوريدي تشوفه أمامك، كأنه أنت من طلعته من اللاوعى عندك على الواعي، فكثير يساعدك الكتابة. أوقات الأشخاص يكتبون أشياء وينسونها، يشوفونها تحقق. مو لازم السعي، ما أقول لك أنك أنت تروح تنام لازم السعي، بس كثير مهمة كتابة الأهداف بتحقيقها. في كثير من الناس يقللوا من أهمية موضوع التواريخ، يقول لا تبالغون أنتم بزيادة لما تقعدون تربطون أهدافكم بشهور أو بسنين، أنه خلاص الهدف موجود تحقق هالسنة، تحقق خلال شهرين ثلاثة، مو مهم. فأنت إيش تردين عليهم هؤلاء الأشخاص اللي يعتبروا نهاية السنة مجرد تاريخ مو مجرد فرصة لصفحة جديدة؟ صحيح. شوفي، أوقات في أهداف تأخذ سنوات، يعني إذا شخص أسس شركته ممكن يأخذ معه 3 سنوات عشان يشوف النتائج. ممكن شخص مثلا مثل ما قلنا الوزن شيء عادي، ممكن يأخذ معه سنة عشان ينقص الوزن اللي هو عنده. أوقات في أهداف تأخذ سنوات، إحنا لازم ما نقول بس سنة واحدة لازم تخلص الأمور، لا. وفي هدف لا، مثلا يكون عادة، مثلا أحد يبي يوقف السجاير يأخذ معه شهر. فكل هدف لي وقته، ما نستعجل إنه لازم على السنة تخلص الهدف. طريقة كتابة الأهداف، إنه الشخص يكتب هدفه فقط، ولا هل أنت مثلا عندك طريقة معينة إنه أكتب كل هدف وأكتب الخطوات؟ إيش رأيك أنت في الموضوع؟ لا، لازم نكتب الهدف ونكتب الخطوات، لأنه في ناس، يعني لأن أدري أنك أنت كثير تحب المدربين، قاعد بس يحطوا الهدف وبعدين يسوون بس تأملات، بس أشياء معنوية، ما يسوي أي خطوة، يفكر أنه الهدف رح يركض له ويجي له. لا، أنت لازم تأخذ خطوات. ممتاز. مو أنا أفكر فلوس، أقول فلوس فلوس، أعمل تأملات الفلوس راح تجيني. لا، لازم تطور مهاراتك. عجبتني كلمة تأملات. صح. ابتعدوا عن التأملات. لا، لازم تأمل. الاثنين مع بعض. صح. ترى في ناس وايد يشتغلون بس دخلهم قليل، لأنه هو عنده قناعة لازم يطلع عينك لحد ما تطلع الفلوس، فهو عنده قناعة معرقلة للهدف. صحيح. الاثنين مع بعض ترى. ممتاز. صح. كل الشكر لك مدربة التنمية البشرية سارة الشيران انك معانا اليوم، وكل عام وانت بألف خير. وانت بخير يا عمري. سنة حلوة ان شاء الله. سنة حلوة على الجميع يا رب. شكرا.